لقب ملكة جمال لبنان كان واحد من أهم أحلامها، وبالفعل قدرت رغم كل الظروف الصعبة اللي مرت فيها عائلتها بسبب الحادث اللي تعرضت له أختها أنها تحصل على اللقب سنة 2015. وكمان كانت مرشحة مريم وبقوة أنها تحصل على لقب ملكة جمال العالم، ومن بعد مشاريع كتير قدمتها رح تدخل عالم تقديم البرامج وأيضا عالم التمثيل. فاليري أبو شقرة هي ضيفتنا اليوم بستار تراك. على الانستغرام عندها أكثر من 237 ألف فولوورز، وهي عاملة فولو ل 310 أشخاص، من بينهم مارك حاتم، راغب علامي، إلي صعب، وبيونسي. ومن آخر البوست يلي نشرتها كانت هالسيلفي يلي حققت أكثر من 24900 لايك، وسبقها البوست يلي شكرت فيه متابعينا على دعمهم ومحبتهم، وأكيد أعلنت أنها رح تكون بالجزء الثاني من مسلسل الهيبة، وحققت صورة أكثر من 8000 لايك. وما بتنسى أنها تستعرض أنا قتها وإطلالتها، والعائلة حاضرة كمان على الإنستغرام، ومنشوف أكثر من صورة بتجمعها بإخواتها البنات. على الفيسبوك عندها أكثر من 23 ألف لايك، وحتى صورة تاج ملكة جمال لبنان يلي فازت فيه بالعام 2015، ومعظم البوستس مرتبطة بالإنستغرام. أما على تويتر عندها أكثر من 4000 فولوورز، وهي عاملة فولو لثمان أشخاص، ومن آخر تغريداتها تهنئة للمنتخب السعودي لتأهله لكأس العالم، وبتعمل ريتويت للأخبار يلي بيحكوا عنها.